عايز تقدم في ديسمبر، ان في جامعه منهم مثلا عايزه
او ان انت مثلا في جامعه خاصه او ان انت حاليا مدرب في مركز بتاع مركز من المراكز البحثيه، في حاجه بتكون ادفانتج ليك وانت بتقدم، لان هما بيبقى في اسئله الانترفيو كتير بيسالوا انت بعد كده بعد ما تخلص الدكتوراه عايز تعمل ايه؟ فلما تكون انت تابع لجامعه من الجامعات الموجوده بتبقى الاجابه عليها اسهل وبيبقى طبيعي جدا، لان انا شغال في جامعتي فاروح اعمل دكتوراه مثلا راجع تاني. ممكن تقول لي انا مش عارف اعمل كده بس يعني ممكن تقول لي كده. طيب عمليه البحث، اول حاجه الويب سايت بتاعت الجامعات الامريكيه بصراحه تلخبط، وبالتالي هو كمان عارفين كده. انت هتلاقي في الكاس بتاع اي ويب سايت لاي جامعه من الموجودين البروجرامز اللي الجامعه بتقدمها والسكولز اللي موجوده في الجامعه. ففي مصطلح تيرم يمكن مش دارج عندنا في مصر قوي وهو الجراد سكول. احنا في مصر عندنا طلبه البكالوريوس بنسميهم اندر جراد، الناس اللي بتخرجوا بنسميهم جرادوس، والناس اللي بيعملوا ابحاث ما بعد التخرج ماجستير او دكتوراه بنسميهم بوست جراد. فليه كانش كده؟ ودي كانت بتلخبطني، ان انا في الاول عمال ادور على بوست جراد سكول، بوست جراد بروجرام، فما فيش. فقول ايه يا ربي ايه اديك ما ينفعش خالص دكتوراه ماجستير؟ لا فيها، بس هي تحت مصطلح ايه؟ اسمها الجراد سكول. يبقى في امريكا طلبه البكالوريوس اسمهم الاندر جرادز، وطلبه الماجستير والدكتوراه اسمهم جرادز. يعني انا دلوقتي اسمي جرادويت ستودنت لان انا طالبه في الجرادويت سكول. فهي اي جامعه تدخل علينا انت اول حاجه تعملها ان انت تدور على اللينك بتاع الجرادويت سكول بتاعتها، وهي الجرادويت سكول اللي هي الدراسات العليا. لما تدخل على الجرادويت سكول هتلاقي عندهم بيقدموا جرادويت بروجرامز مختلفه. في بقى بيقدموا بروجرامز ماجستير، في بيقدموا بروجرامز دكتوراه، وكل جامعه بتقدم بروجرامز كتيره مش بروجرام واحد. يعني مثلا الجامعه اللي فيها في عندها بي اتش دي بروجرام في الفيرولوجي دراسه الفيروسز، عندهم بي اتش دي بروجرام في الايميولوجي دراسه جهاز المناعه وهكذا. فعلى حسب البروجرامز الموجوده في الجامعه انت ممكن تنقي تختار اي بروجرام انت عايز تقدم. النقطه دايما ان مش كل الجامعات بتسمع ان انت تقدم لكذا بروجرام في نفس الوقت. بمعنى فنفترض الجامعه عندنا بتقدم بروجرام في الفيرولوجي والايميولوجي، انا عاجبني الاثنين وحابب اقدم في الاثنين، ما انا مش عارف انا ممكن اقدم في انهي واحد. في جامعات بتسمح بكده وفي جامعات ثانيه ما بتسمحش بكده، تقول لا لازم تختار بيولوجي او تختار ايميولوجي، ما فيش اوبشن انت تختار ما بين الاثنين. ده يختلف على حسب الجامعه وانت هيبقى مكتوب على الصفحه عندهم. طيب بعد كده بقى في ثلاث كلمات بيتكرروا كل ويب سايت: prospective students, incoming students, and current students. يا ترى عارفين ممكن حد مثلا يقول ايه الفرق او يكمل ايه الفرق بين الثلاثه دول؟ اي حد يعني فايده؟ اتفضل. بالظبط ده اللي هو عايزين الانكمنج ده اللي هو خلاص اتسجل بس لسه ما وصلش. اما الكارنت ده فخلاص ده قوي وبيسال عن الشغل اللي اثناء ما هو ممتاز جدا ممتاز جدا. يعني انتوا كلهم كل الناس اللي موجودين هنا هم prospective students، كل الناس اللي موجودين هنا حابين ان هو من فتره لفتره ممكن يقدموا دكتوراه محتمل محتمل ان هو يكون جامعه صح؟ فدول prospective students. يعني لما تخش على الويب سايت بتاعت الجامعه لو لقيت التاب بتاع prospective students هو ده التاب اللي تدوس عليه، لان هناك هيبقى في معلومات عن الجامعه، هيبقى في معلومات عن البروجرامز، هيبقى في معلومات عن البروفيسورز اللي موجودين، عن المعامل وهكذا. في كام تاني هو الـ incoming students اللي هو طلب اللي اوريدي اتقبل في الجامعة بس لسه ما وصلوش. يعني هم عملوا الانترفيو في الجامعة قالت لهم اه خلاص انتوا اتقبلتوا، بس طبعا في فاين لاج زي كده ما في ناس بيعرفوا انهم خلاص دخلوا طب بس لسه ما عملوش الجامعة، دول اسمهم incoming students. فبتاعتي دي معلومات ممكن تلخبطك يعني وانت بتفكر في موضوع التقديم. فان شاء الله قدام بقى هدوس على التقديم بس مش دلوقتي ان شاء الله. والكارت ستودنتس هم الناس اللي موجودين حاليا في الجامعة، دي اغلب معلومات عن الجريدز، عن الدرجات بتاعتي، عن الفصول اللي محتاجه احضرها والمحاضرات اللي محتاجه احضرها وهكذا. طيب في عمليه البحث بقى، امريكا فيها جامعات كتير جدا. ازاي ابدا مرحله البحث؟ في اوبشن اثنين. الاوبشن الاولاني اللي انا شفت صراحه اغلبيه الناس استعملوه ونجحوا فيه ان هم يشوفوا جامعه يكونوا عارفين فيها بعض من زمايلهم اللي موجودين هنا في مصر وسافروا، او عارفين فيها ناس مصريين عرفوا ان هم يعملوا كونتاكت معاهم وعرفوا ان هم يوصلوا لهم. دي بتبقى لطيفه لان الشخص ده بيبقى انسايد بيقول لك وانت بتقدم ركز على فكره بيهتموا قوي 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 مثلا بالجي ار بي هاي سكور 100 ولو جبت سكور كويس هو ده العامل الاهم عامل الموضوع. وفي ناس تانيين يقول لك لا انت بتيجي انترفيو وتتكلم عن الدكتور الفلاني اتكلم عن القران هو كده قوي قران وهيوصل منك. دي
كده لو انت عايز تشتغل كلاسي عايز تشتغل مواد معين وهكذا ممكن تدور على الجامعات اللي فيها المعين معينه المعين دي بتتلخص في الابحاث بتاعه المجال الفلاني فانا هدور ازاي مثلا لو انا عايز ادور على جامعه بتدرس مثلا ايه كان فانكشن ادور عليه ازاي في اوبشنز كتير انا مش عارفه كلنا فاميلي مع بعض ولا بس انا هقول نفسي قصير يعني اسفل لو هي يعني عايزه الناس بتاعتي في ويب سايت اسمها بابمت بابمت دي هي ويب سايت ناشئه من ال NIH اللي هو اختصار الناشونال انستيتيوت اوف هيلث دي حاجه كده زي وزاره الصحه الامريكيه او معهد قومي للصحه للتنميه الحضريه وهي عباره عن داتا بيس موجود علينا تقريبا معظم بس مش كل معظم الابحاث المنشوره من جميع دول العالم يعني معمل اكس نشر في مجال الاتش اي فالبحث بتاعه هيبقى مطرح في الداتا بيس بتاعت الفاربات وبحث معمل واي برضه نشر في الاتش اي هيبقى البحث بتاعه مطرح في الداتا بيس بتاعت الفاربات فانا لما بدخل على الفاربات واكتب السيرش عندكم اتش اي هيجيب لي الابحاث اللي اتنشرت في المجال دوت على حسب الكرايتيريا بتاعتي مثلا لو انا عايز اشوف الابحاث اللي اتنشرت فقط في 2010 فقط في 2011 وهكذا فانا ممكن ادخل على الفاب مات واشوف ايه هي المعاني اللي نشرت في المجال اللي انا حابه ان انا اشتغل فيه وبالتالي اعرف ايه الجامعات اللي انا ممكن اقدمها لان انت لو اشتغلت في الجامعه المعنى الذاتيه ليها تقدر بعد كده ان شاء الله تروح للمعنى دوت وتعمل الابحاث بتاعتك هناك جوجل سكولر هي برضه قريبه قوي من الفاضل بس تحت مصادر جوجل وبرضه ناس امريكيه هتحط اسم الفيلم اللي انت عايز تدور عليه وهيجي لك اسامي الابحاث اللي اتنشرت فيه انا بعد شويه بس كتير كده ازاي اعمل الموضوع ده او انت تفتح بقى بيج ان انت تروح لو انت عايز اسامي بروفيسورز معينين هم بروفيسورز متالقين قوي في مجال معين تدخل على اسم البروفيسور ده على الانترنت هتفتح لك الصفحه بتاعت المعمل بتاعي ان هي كل بروفيسور من كل معمل يبقى على الويب سايت بتاعه كاتب اسم المعمل هم بيشتغلوا عليه مين طلبة الدكتوراه اللي عنده مين اللي هو طالب من بعد الدكتوراه يعني لو حاجات بعد الدكتوراه دي اسمها بوست دوك وبيكتب تفاصيل لو هو مثلا بيقبل طلبه اصلا ولا لا فده الاوبشن الثاني طيب لو افترض مثلا ان انا هنا على جوجل وعايز ادخل على الفاب مات وعايز ادور على الابحاث اللي المعايير اللي بتشتغل في مجال الاتش اي في فاول حاجه انا هدخل على جوجل وهكتب فاب مات اللي هي الداتا بيس اللي هي بتفعل فيها كل الابحاث فتحت فاب مات فهختار ايه اول واحده بتبقى موجوده وفاب مات هيبقى فيها سيرش بار فوق هنا خالص هكتب انا مثلا اتش اي بي وانا كتبت تي سيلز معايا اللي هي نوع جزء من خلايا الداتا معايا وهدوس سيرش بعد ما هدوس سيرش هتطلع لي النتائج هنا زي ما انتم شايفين 25000 بحث مشهورين او موجودين على الفاضل بيتكلموا عن الاتش اي بي وتي سيلز فالبحث ده مشهور 30 ديسمبر 2014 يعني كان يوم ده معناها ان هو حاجه استقرت فده البحث هنا فزي ما انتم شايفين دلوقتي زي ما انتم شايفين دلوقتي اول صف يبقى موجود فيه يبقى اسم البحث اتفقنا؟ الصف اللي بعديه يبقى موجود فيه اسامي ناس اللي شاركوا في البحث ده فعادة بيكون اول اسم من الاسامي المكتوبه ده الشخص اللي قام البحث نفسه يعني ده طالب الماجستير او طالب الدكتوراه نفسه السير وحال الفلان وشاف التاثير وقال النتائج وهكذا علشان ينشر البحث ده جميل تبقى اسامي كل الناس اللي ساعدته واخر الاسم ده بيبقى دايما اسم صاحب المعمل البروفيسور صاحب المعمل فامريكا الترم اللي بيطلق على البروفيسور صاحب المعمل اسمه بي اي برنسبل انفستيجيتور او الباحث الاساسي مثلا لو هي الجامعه الحربيه هو البروفيسور اللي البحث بتاعه تم فيه عمليه البحث دي فانت لما كنت عايز تدور على جامعه بتشتغل على ايه طيب؟ هتدور على اي اسم من الاسامي دي أو يعني توصل الدكتوراه أو كل الماجستير يعني أتمنى إن هو بعد ما نشر البحث دوت يعني هيتفرج سوري فما ينفعش تدور بيه لأن هو أكيد هينقل ممكن يقعد يعني بس معظم الأحيان مش هو ده اللي أنت هتدور بيه بتدور باسم آخر شخص مكتوب اسمه في الليستة دي لأن آخر شخص زي ما أنت
انا في مجال الـ HIV ممكن ان انا اروح جامعة أمري واشوف ايه هي الـ application criteria بتاعتهم واقدم. يبقى دول الاختيارات، يعني اشوف حد موجود هناك او حد انا اعرفه راح هناك يرشح لي اماكن ممكن اروحها في مجال لو احنا بنشتغل في مجال قريب من بعض، او ان انا ادور على مجال لوحدي. طيب هنختار بقى الجامعات ازاي؟ احنا مثلا جبنا لسه من 50 60 جامعه، هنختار بقى الجامعات بناء على ايه؟ الاختيار دوت الكرايتيريا بتاعته بصراحه كتير جدا. اول حاجه السكورز بتاعت الاكزامز بتاعتك. زي ما هنشوف كمان كام سلايد، انت علشان تقدم محتاج تعمل امتحانين مهمين. اول امتحان اسمه التويفل اللي هو الكاستوك انجلش فورن لانجوج، اللي هو عشان يشوف مستواك اللغه الانجليزيه اخبار ايه، لان انت طبعا هناك هتدرس وهتقرا وهتتكلم وهتعمل برزنتيشن وكل حاجه بالانجليزي، فعايزين تتكلم انت تفهم انجليزي وتعرف تتواصل باللغه دي، يعني فير. التست الثاني اسمه جي ار اي اللي هو اختصار الجراجويت ريكورد اكزامينشن، واحنا ان شاء الله هيبقى معانا سبيكر هيتكلم بالتفصيل اكتر عن الامتحانين دول. الامتحان الثاني دوت عباره عن بيقيس الكريتيكال ثينكينج بتاعك، ازاي انت تقدر تفكر بطريقه نقديه، بطريقه نقديه؟ ايه دي؟ ان انت تنقد يعني الكلام اللي انت بتقراه، ازاي ان انت تقدر تشتغل روحك عشان تحل مسائل الناس من غير ما يعني مسائل الناس قدامك تكون الامتحان يكون اي سي كيو يعني. فالجي ار اي ده الجزء الثاني من الامتحان. فبناء على السكورز بتاعتك، لو انت جايب سكورز رائعه في الامتحانين دول هقول لك جو فور الهاي رانك يونيفرستيز، روح على الجامعات اللي هي الرانك بتاعها عالي ومطلق، لان انت السكورز بتاعتك كويسه ويعني هتساعدك في البيزنس ابلكيشنز. لو السكورز نص نص هقول لك يعني ايه ممكن تو بلاي سيف، خلينا شويه كده في الجامعات اللي هي نص نص. ولو عايز تقدم في الجامعات اللي هي هاي رانكينج برضه ممكن تاخد جامعه او جامعتين، بس ما تركزش كل تقولك عليهم لان السكورز افرج. المعيار الثاني اللي هيساعدك في الاختيار لو انت معاك درجه ماجستير ولا لا، درجه الماجستير مش مطلوبه علشان تقدم في الدكتوراه امريكا، هي مش مطلوبه ولكنها بتساعد. حتى يعني مثلا الدفعه بتاعتي الموجوده احنا تقريبا 11 مننا ثلاثه واخدين درجه ماجستير من قبل ما ندخل البروجرام، فاحنا السكور بتاعتنا في الامتحان صراحه يعني اقل سنه بس من الناس اللي مش معاكم درجه ماجستير، لان اللي معهمش درجه ماجستير دخلوا الجامعه اعتقد باعتقاد الشخص، بس دي طبعا حاجه مش بتتقال عموما علشان هم كان فعلا عندهم سكورز عاليه وكان عندهم اكسبيرينس كويسه. فلو انت معاك درجه ماجستير الى حد ما عندك نوع من الحريه شويه في ان انت تجيب وتختار جامعات، لو مش معاك برضه قدم. It's not necessary. It's not a must. مش لازم يكون معاك درجه ماجستير خالص، انا بس بقول ان هي بتساعد شويه في عمليه التقديم، لان هم بيبقوا شايفين ان انت انسان عندك خبره في التبحث وان انت جربت قبل كده وفعلا حصلت على درجه وان انت فعلا تركيز ان انت عايز تعمل بحث علمي. النقطة الثالثة وهي البادجت، أنت حاطط ميزانية قد إيه علشان التقديم؟ هو التقديم يعني مكلف سنة. بص على حتة كل ماستر، وأنا مثلا واحد مثلا شغال كلينيكال مثلا في ويست ستيت. مثلا أنا معايا أمريكان بورد أو أي ستادي يعني حاجة برضه حاجة يعني ريفرنس يعني. ممكن برضه أقدم ولا لازم يكون معايا ماستر حاجة ماستر؟ لا أنت ممكن تقدم، الماسترز أنت مش ما هواش لازم يكون معايا. انت ممكن تقدم غير ماجستير خالص. يعني حاجه في برضه ولا يكون معايا حاجه زي امريكان بورد؟ حاجه مفيده، يبقى مفيده لو انت تحديدا هتقدم في بي اتش دي بروجرام كلينيكال اكتر ما هواش بيزك ساينس، لان البروجرامز هناك دايما نوعين، نوع اكتر زي ما انت بتقول بيعملوا كلينيكال ترايل بيشوفوا تاثير الدواء على ميجرمنت معينه في الفايتال ساينس او ميجرمنت معينه في جهاز الانسان، او في ناس بقى بيزك ساينس هم بيجيبوا خليه وبيحطوا عليها كذا ويشوفوا تاثير الدواء على الخليه، او يجيبوا فيران وهكذا. فدول المجالين بتاعتهم. الامباكت بتاع الماستر اكتر من الامريكان بورد ولا بتاع؟ I would say yes، لان الماسترز تحديدا بيبقى فوكست قوي على البحث والريسيرش، فهو البي اتش دي هو اتس ريسيرش صح؟ فطبعا انت يعني اعتقادي الشخصي، انت لو سالت ناس تانيين ممكن حد يكون ليه راي مختلف، بس انا اعتقادي الشخصي ان هو عارف ان هيك كلام. هيفرق ايه؟ مكان الوقت منين؟ طبعا هيفرق، لكن هيفرق.
لان الجامعه انت هتبقى واخد منها الماسترز ليها كرايتيريا او سكيدولز معينه في البحث العلمي صح؟ يعني فنفترض واحد واخد ماسترز من جامعه ستانفورد مثلا في امريكا او واحد تاني واخد ماسترز من جامعه ما معرفهاش قدام بعد كده هما الاثنين بيتنافسوا والسكورز بتاعتهم قريبه من بعض وفي الانترفيو عملوا اداء قريب من بعض لو انت هتفاضل ما بينهم هتاخد واحد يكون من جامعه ممكن تكون اكتر لان هو عامل عنده اكسبيرينس يمكن تكون اكتر بس على فكره مش كل المعارف في الجامعات الكبيره كويسه ومش كل المعارف في الجامعات الصغيره مش كويسه بالعكس تماما في جامعات احنا في الجامعه عندنا في معارف صراحه سيئه جدا جدا في معارف قفل خلاص ما عندناش فلوس تعمل فاندنج للريسيرش فممكن تكون اسم الجامعه ان هو ليه رونق او حاجه رائعه مش مستوعب شويه لكن هو معامل عنده اكسبيرينس في المعمل دوت في مجال ما هوش مطلوب قوي او مجال الجامعه اللي في PhD program اللي انت بتقدم فيه مش طالبينه قوي ما اعتقدش ان دي تبقى حاجه اوكي فنرجع لايه بقى قلنا البادجت الميزانيه احنا التقديم بيبقى مختلف شويه بس حقيقه يعني انا فعلا شايفه ان هو استثمار ان انت الفتره الاولانيه ممكن تكون بتدفع شويه فلوس لكن بعد كده ان شاء الله هتساعد كتير قدام بعد كده فرص الشغل او لو انت حابب تكمل بره طبعا هيبقى حاجه بالنسبه لك مفيده هنتكلم بعد كام سلايد كده عن البادجت بالظبط الميزانيه اللي انت يعني بتعملها استيميشن لكل جامعه بس دي هتبقى طبعا فاكتور مهم لينا في التقديم ومعظم الجامعات لو في اي فلوس محتاج تدفعها هيطلبوا منك ان انت تدفعها عن طريق كريدت كارد او بيسموه انترنت كارد اعتقد بيجيبوا من البنك فبرضه قبل الديدلاين بشويه لو انت ما عندكش الكارت دوت محتاج تروح البنك وتجيب الكارت ده عشان ما تتفاجئش وانت قاعد بتقدم ان هم طالبين منك رقم الكارت كارد ما معكش فتروح تقدم على واحد في الفوت الديدلاين فيعني بلاش من الاول يبقى معاك عشان طيب بعد كده بقى الاستراتيجيه والاستراتيجيه دي نقطه مهمه معلش انا عارفه والله ان انا قلت اتس اوكي بس علشان بس يدي فرصه لمجال اكبر الاستراتيجيه بقى ايه الاستراتيجي اللي احنا محتاجينها واحنا بنقدم على حسب انت ناوي تقدم على كام جامعه وانت ناوي تقدم على كام جامعه زي ما قلنا الكريتيريا اللي فوق ديت من اهمها بصراحه الحاجه فيها البادجت او الميزانيه بتاعتك انت محتاج تستثمر في الموضوع ده فانت يعني الكلام اللي انا هكتبه في السلايد هنا ده برضه رايي الشخصي ممكن ناس تختلف معرفش شويه ولا تتفقوا معايا بس يعني لو انت هتقدم على خمس جامعات فرنسا يعني انت لقيت ان انت بصيت كده على كل الجامعات اللي موجوده بالنسبه لك ولقيت منهم خمس جامعات والخمسه دول شكلهم كويسين وهم دول اللي انا عايز اقدم عليهم وانا فلوسي ما تسمحش غير ان انا اقدم على الجامعات دي وانا شايف ان السكورز بتاعتي لحد ما مناسبه للجامعات دي ان انا اتجهت لها. اقتراحي الشخصي ريكومنديشن مني مش معناه خالص ان ده اللي انت لازم تعمله ممكن تعمل العكس تماما وتبقى اصح من 600 مره. لو هتقدم على خمس جامعات انا كنت لا لو انا في مكانك كنت هقدم على ثلاثه منهم يكونوا ميد رانك يعني يكون الرانك ما بينهم الرانك بتاعهم نص نص مش عالي قوي ومش قليل نص 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 دي معناها ايه؟ ما دي برضه كلمه فيري فيج يعني انت لو تشوف الرانكينج بتاع الجامعات اللي موجوده في امريكا في ويب سايت كتير جدا حاطه الرانكينج دوت من اشهرهم يعني يو اس نيوز بس انت لو دخلت على جوجل وكتبت رانكينج لليو اس يونيفرسيتيز هتلاقي ويب سايت كتير حاطه الرانكينج ده اونلاين فاي ويد سي ان الميدل رانك